أهلا بكم. الفروسية التقليدية المغربية أو ما يسمى بالمصطلح المغربي تبوريدة هي رياضة تراثية شعبية عرفت منذ القرن الخامس عشر، وكما أشار إليه الباحثون هو جزء من تاريخ المغرب في الجهاد ضد الغزاة. ومع توالي السنوات أصبحت التبوريدة فنا فرجويا تنظم له مهرجانات وطنية. تتميز الفروسية بطقوس خاصة، وأهم ما يميزها الخيل والخيال. مشاهدينا، ندعوكم لمشاهدة هذا التقرير والتعرف أكثر عن الفروسية التقليدية المغربية أو التبوريدة. للحفاظ على تراث التبوريدة استطاع الأجداد أن يورثوها لأبنائهم وبدورهم إلى أحفادهم. يحضر معي الآن الحاج محمد حنان وهو من قدماء فرسان التبوريدة. الحاج مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. شكرا. بارك الله فيك. بغينا نعرفوا الحاج التبوريدة في أيامكم والتبوريدة ديال هذا الوقت. التبوريده في يمنا وهذا الوقت هذا ما كاينش فرق كبير الا فيما يخص اللباس. بكري كانوا الناس يلبسوا القفاسين ديال الملف. نعم. كان المقدم تيلبس القفاسين ديال الملف وكلهم الركاب اللي تيكونوا معاه تيكونوا تيلبسوا نفس الشكل. نعم. ديال اللباس. الان ولات جلباب، ولا جلباب هو اللي غالب في اللباس ديال البارديه، وتيلبسوا كذلك بعض المرات في هذا العصر الحالي الحيك. الحيك اللي هو تيشبه الجلباب ولكن غير تيدور تيتلوى فوق الداس ديال الانسان. ما فوق الراس سد الرزه. الرزه هذه احتفاظ محتفظين عليها كاملين الركابه، لا في قديم الزمان ولا في حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قرات الفاتحه ودار الدعاء والفرسان سلموا على بعضياتهم، شنو الدلاله ديالها؟ الدلاله ديال تيتسامحوا لانه الفارس حتى يركب راه بكري كان تيدير الكفن ديالو معاه في الشرج. تيحسب راسو كانه غادي للجهاد، لانه هذه الفروسيه جات من ايام الجهاد. نعم. الانسان تيمشي للجهاد تيقول ما غنرجعش، فبقى هاد 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 النيه ديال الانسان تيركب فوق العود راه كيقدر يكون استشهاد. هذا علاش الناس يتسامحوا مع بعضياتهم، واحد النوع ديال 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 الله يسامح. اللي تزاد في الركوب اللي هو ربما تيتغير شكلا هو الشرج ديال العود. دابا ولاو تيديروا عالي بزاف وما بقاش عنده الرونق ديال الجماليه اللي كانت قديم. دابا ولاو وتيسبب في الطيح ديال الركاب، لان الركاب ماشي جالس مزيان غير مقرد، ما تيكونش جالس يعني في بأريحية. من شروط التبوريدة هي العلاقة الوطيدة التي تكون ما بين الخيل والخيال. يحضر معي الآن الفارس رضوان والذي سيكلمنا أكثر على هذه العلاقة. مرحبا بك سي رضوان. بارك الله فيك. بغيناك تكلمنا على السر والعلاقة الوطيدة اللي كتكون ما بين الخيل والخيال والشروط اللي لازم تكون متوفرة في الفارس. إن شاء الله. السلام عليكم. أول شرط يجب أن يكون متوفر في الفرس وفي الفارس هو الأمان. يجب على الفارس أن يكون عنده واحد الثقة كبيرة في الفرس ديالو، لأن الثقة تتكون متبادلة.
لان الفرس دائما عنده واحد الاحساس، الا كان الفارس راكب عليه بهدوء واطمئنان كيكون الفرس متوفره فيه الشروط اللازمه يعني ديال السلامه. هذا اول شرط. ثاني شرط يجب على الفارس ان يكون على وضوء. كاين قواعد، هذه القواعد كتخلي واحد يعني واحد الاداب كيكون في الركوب، والفارس كيركب مع مجموعه ديالو، هذيك المجموعه كاين على اليمين وعلى اليسار فرسان، خص تكون حتى هما بيناتهم واحد الثقه، لان كنلعبوا التبوريده عند كاين البندقيه، والبندقيه فيها واحد الخطر، وذاك الخطر يعني صعيب مزيان، يعني خص تكون عندك الثقه في الراكب اللي حداك على اليمين وعلى اليسار، زائد الثقه اللي عندك في المقدم ديالك. المقدم ديالك يعني هو اللي كيعطي الاشاره ديال الانطلاق حتى نوصلوا، خصنا كاملين نكونوا يعني على ميزان واحد. التواريده مليحه تبارك الله بخير، الناس تلعب على خير وبخير، واخا كان تحت شي بسمه كلشي زين. التواريده اخويا عجبتني هذا العام زوينه، والتنظيم مزيان، والخيل تبارك الله الركاب منظمين مزيان. هذا الموسم كل عام كنجيو ليه موسم زوين، والخيل فيه زوينه وداك الشيء زوين، كلشي كيورد هذا الشيء، هذا الشيء وراثه من الجد لجد عندنا حنا. يوم حافل بالمتعة والفرجة بفن التبوريدة، ومع اقتراب حلول الظلام ترجع الخيول إلى الإسطبلات، ويرجع الخيال إلى خيمته مستمتعا بما أنجزه مع بنات الريح وطلقة البارود. إكرام أزرق، قناة الغد، الرباط.